الحمد لله. طبعا بدأت بالأمس حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول اللي بتنظمه جامعة أسوان في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري. طبعا ده تمشيا مع قرار فخامة السيد الرئيس إن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019، وكمان تم دعوة حوالي 23 جامعة مصرية بالإضافة إلى 21 وفد من طلاب دول أفريقيا اللي معظمهم بيدرس في مصر وفي خارج مصر. تم تنظيم هذه الاحتفالية بوجود معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أستاذ دكتور خالد عبد الغفار، وكانت احتفالية هائلة بمشاركة عظيمة من جامعاتنا المصرية والجامعات الإفريقية، واللي حيث نفسه خلال من اليوم إلى يوم الجمعة القادم في أنشطة رياضية وثقافية وفنية وعلمية وتكنولوجية واجتماعية وتنافس حر شريف. هذا الالتقاء اللي بينظم لأول مرة على أرض جامعة أسوان هدفه تقارب وتعارف وأنشطة بين أبنائنا الطلاب والطالبات من جامعاتنا المصرية والجامعات الأفريقية المحيطة بنا، علشان يؤكد ريادة لمصر في أفريقيا تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من العام لعام أفريقيا. وبالتالي نتمنى من الله أن نوفق يتم نجاح هذا الأسبوع، علشان هيتكرر بعد كده السنين القادمة جامعاتنا المصرية والجامعات الأفريقية. طب قولي يا دكتور أحمد، مين اللي بيتولى بقى تنظيم هذه المسابقات المختلفة على المستويات المتباينة؟ حضرتك اتكلمت على أنشطة رياضية وثقافية وفنية وغيره، هل هناك مختصين بيشرفوا على هذه المسابقات؟ طبعا احنا لقينا دعم كبير من وزارة الشباب والرياضة والأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تقديم طبعا حفل افتتاح أقيم في استاد أسوان الرياضي بالأمس، والوفود معظمها بيكون مقيم في نزل الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالإضافة للمدينة الجامعية لجامعة أسوان. برضو في لجان تحكيم متخصصة من قبل الوزارة في النشاط الاجتماعي والنشاط الفني والنشاط الثقافي والنشاط الرياضي، وبيتم استقبالهم وهم اللي بيعملوا التقييم والتحكيم للمسابقات المختلفة، والبناء عليه ترتب الفرق الفائزة من المركز الأول المركز الثالث ومن الميدالية الذهبية ثم الفضية ثم البرونزية. فكل نشاط هي الجوائز يا دكتور أحمد عبارة عن ميداليات ولا هناك جوائز أخرى؟ يعني هي ميداليات حياتك وبعض الأنشطة فيها جوائز يعني معنوية، بالإضافة في النهاية في درع عام وفي كأس عام يقدم للجامعة الفائزة. والمهم التنافس هو حر وشريف والكل فائز على فكرة فيه. احنا بس اللي هو المطلوب ان احنا نعمل الحراك والتنافس، وده شيء يعني انا شايفه انه كان افتتاح بالامس عظيم. معظم طلبه جامعه اسوان حضروا الافتتاح بالاضافه لاهلي بالاضافه للضيوف، فكانت تظاهره جميله، وكان العرض الرياضي المقدم من قبل كليه التربيه الرياضيه جامعه اسوان عرض مميز لاقى اعجاب وتشجيع كل الحاضرين.